عايز اقول لحضرتك دكتور، من اول ما اعلنا على صفحتنا على الفيسبوك ان حضرتك ضيفنا، انهالت علينا الاسئله، وكان ابرزها تقريبا 90% من الاسئله امتى نقلق على طفلنا ونقول ده تاخر في الكلام. حاضر، هي دي خريطه ثابته وجدول زمني ثابت للطفل البشري اينما وجد. يعني كنا زمان بنقول الجنس الفلاني اذكى من بقيه البشر، لا خلاص الكلام ده ما عادش حد بيقوله. ليه؟ لان الجدول الزمني ده ثابت لكل البشر. طيب احنا بنقول ان الطفل بيبدا التخاطب من الشهرين الاولانيين من عمره. يعني الطفل اللي عنده شهرين يعني بيتخاطب بايه؟ بيتخاطب ببكاء، والبكاء بتاعه في اول شهرين بكاء لا يحمل معنى تخاطبي. يعني الطفل اللي عنده اللي لسه أم والداه وبقاله شهرين بيبكي، تمام، كل التخاطب بتاعه بكاء، لكنه بكاء ربنا عامله علشان الرئتين يتمددوا ويتشبعوا بالأكسجين. وإحنا عارفين أن مخنا بيعتمد في غذائه على الجلوكوز والأكسجين. يبقى صراخ الطفل في أول شهرين لا يحمل معنى تخاطبي. في الشهرين التانيين اللي هو الشهر الثالث والشهر الرابع يبتدي بكاء الطفل يحمل معنى ويتلون طبقا لاحتياجات الطفل. الطفل حاجة بتألمه، عاوز يغير أي حاجة، جعان أي حاجة، يبقى يبتدي في الشهر الثالث والرابع يتلون بكاء الطفل طبقا لاحتياجاته، تمام. يبقى بدأ التخاطب يحمل معنى في الشهرين الثالث والرابع.